قصفوا مشاكل والله بيكفينا شرعيين الفصائل اتقوا الله فينا اتلو قصفوا مشاكل والله بيكفينا اليوم طلعنا نحن من الغوطة الشرقية كلها ومتفقين نعمل تجمع بالغوطة الشرقية ضد الاقتتال الحاصل بالغوطة الشرقية ونحن بنقول هلا هي المرحلة ضد الاقتتال بعدين انتموا عم تقاتلوا بدها تطلع مظاهرات ضخمة لاسقاط القادة كلها نحن من ناشد ابو همام قائد جيش الاسلام وابو النصر قائد الفيلق ومن ناشد قائد الفسطاط انه يوقفوا الدم ويحلوها بين بعضهم ويتفقوا وخلصنا ان ما تم التجاوب حتطلع المظاهرات بالغوطة الشرقية لاسقاط هي القادة اللي عم تعمل مشاكل ومحاكمتها طبعا أهلين عم الله سلمك Thank you.
اتجاه الشمس. قادرين نوقف على حالنا يا غصب، صدق واقفين كلياتنا غصب واقفين قدامك الله وكيلك. شوف هاي الاطفال مقصوم من هلا. صايمي ماما ولا لا؟ عم نصوم. هاي صايمي لانه ما في اكل، ما في خبز، عم نضل ايام بلا اكل وبلا خبز. الاولاد كلها داخل، عم نوقف عم ندوخ. والله العظيم بصدق انه ما حرام عليكم، عاد تعذبونا وتحاربونا باللقمه. بدكم تحاربوا روحوا حاربوا العدو، لا تحاربونا إلنا. الله وكيلك بتصدق انه ما هذا الدواء. هلا هذا الدواء اللي رح تفوتونا اياه يعني. نحن شو بدنا نساوي فيه؟ نشربه هيك بدون اكل، معدي فاضي؟ حرام عليكم عاد. طقينا إلنا 5 سنين هيك. قام فريق الحرب بالتعاون مع الشرطة الحرة مركز مدينة الأتارب بنصب شخصات مرورية على مداخل الأتارب وفي في مدينة الأتارب. تدل هذه الشخصات على أماكن وجود المدارس والمشافي لتنبيه السائقين على هذه الأماكن الهامة، وكون المدينة هي مدينة مركزية وتعاني من ازدحاما شديدا، وتم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع الشرطة الحرة. هنا في هذا اليوم بالتعاون مع مركز الأتارب وبإشراف الشرطة الحرة بالتعاون مع منظمة التحرر لتركيب الشاخصات المرورية لخدمة الإخوة المواطنين، على اعتبار أن جميع ما كان ذهب نتيجة القصف والدمار. فقامت منظمة التحرر مشكورة بإعادة تأهيل الشاخصات المرورية لما لها من حماية السكان والمدنيين والسائقين. قام فريق بتأهيل الإشارات المرورية والشاخصات التي تدل على دلالات للأطفال والمشافي والمراكز الإسعافية، ومن شان تسيير السير في مدينة الأتارب، كون المدينة هي تعتبر مركز رئيسي ومنطقة اقتصادية وحركة مرور كثيرة. بالتعاون مع الشرطة تم إنجاز هذا العمل. سباحة هي من الرياضات اللي بتحرك جسمك كله، هي الرياضة الوحيدة في العالم كله اللي ما بضل جسمك ولا عضلة إلا تشتغل ولا عضلة. في عنا مشكلة احنا بحلب هون، إنه ما عنا نحن عند بلدية أو مثل مثلا دير الزور نهر فتحنا نادي شيخ المجاهدين طبعا بعون الله. حسنا هي كان فيه كاراتيه، جيدو، كشافه، طابه، كره قدم طبعا شرعي، وكمان سباحه. طبعا احنا موضوع السباحه كان احد الامور الاساسيه في النادي، لان احنا بهمنا انه نحن بسبب الحرب 95% من اطفالنا ما بيعرفوا يسبحوا، وهذا الشيء هذا بياثر كثير على معنويه الطفل. اهم شغله رح نساوي كل اسبوع روحة او روحتين على المسبح مجانية على حساب نادي الشيخ المجاهدين. طبعا الغاية منا طبعا بشكل عام صراحة الأطفال ما في ماديا يحسنوا يجوا على المسبح بسبب بعد المكان، فالحمد لله حسنا نأمن المواصلات ونأمن المكان. وإن شاء الله راح يكون في الأيام القادمة راح نعمل بطولة سباحة بعد ما نعلمهم طبعا بعض الأمور في السباحة. Come on!